بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حمد قبلان موقع تقن بلا حدود. اليوم معي مراجعة الهاتف المحمول Xperia CE3. هذا الهاتف المحمول يعتبر هاتف بمواصفات متوسطة، بالإضافة إلى أنه يمتلك شاشة جدا ضخمة تخلي الهاتف يعتبر هاتف فابلت أو هاتف ضخم أو هاتف كبير الحجم. عموما أكثر ما يميز هذا الهاتف هو الكاميرا الأمامية والتي تحتوي على فلاش. الكاميرا الأمامية فيها ميزات كثيرة جدا راح نستكشفها في القسم الخاص بالمواصفات. فبالنسبة للمواصفات أو القطع الداخلية الخاصة بالهاتف، بداية من المعالج اللي هو سناب دراجون 400 بتردد 1.2 جيجا هيرتز رباعي الأنوية. طبعا هذا المعالج حقق في نتائج البنشمارك 17470 نقطة، وهذا شيء جدا كويس بالنسبة لهاتف متوسط. لكن بالنسبة للهواتف اللي تتمتلك نفس المعالج فهو يعتبر أقل بقليل. بالنسبة لمعالج جرافيكس فهو أدرينو 305، فهذا المعالج يعتبر أيضا معالج متوسط لكنه يقدم لك أداء جدا ممتاز بالنسبة للألعاب اللي موجودة في المتجر. فسبق أنه جربنا أكثر من لعبة وكانت النتائج جدا ممتازة، ويوم جينا نجربها أو جينا نختبرها في نتائج في اختبارات البنشمارك هذا الهاتف 5667 نقطة في اختبار آي ستورم على برنامج 3D Mark. بالنسبة للشاشة فهي زي ما ذكرت لكم 5.5 انش، تعتبر جدا ضخمة. دقة الشاشة 720x1280، كثافة البكسلات 267 بكسل بير انش، هذا شيء جدا ممتاز بالنسبة لهاتف متوسط المواصفات. طبعا الألوان والبكسلات حتكون جدا ممتازة بما أنك قاعد تحافظ على المسافة بين عينك وبين الشاشة اللي هي المسافة المتوسطة واللي هي تقريبا 10 سنتي بين عينك وبين الشاشة. طبعا في حال دققت على الشاشة هتلاحظ بعض البكسلات، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لهذا الرقم اللي هو 267 بكسل بير انش. بالنسبة لزوايا الرؤية فهي تعتبر جيدة، خصوصا ان الهاتف يمتلك او شاشة تمتلك تقنية تريلومنوس، ايضا محرك برافيا انجن 2 واللي راح تعطيك الوان وزوايا رؤية جدا ممتازة. لا ننسى ان نوع الشاشة هو IPS LCD، يعني حتكون الشاشة جدا ممتازة بالنسبة لهذا الهاتف. بالنسبة للرام فهو بحجم 1 جيجا بايت، تعتبر قليلة بالنسبة لهواتف الاندرويد، لكن فعليا ما لقينا اي مشكلة. يعني زي ما تشوفين عندنا كم كبير من التطبيقات اللي شغالة حاليا في الخلفية، مع ذلك ما لاحظنا فيها اي مشكلة او تعليق. زي ما تشوفين النظام شغال تمام بدون اي مشاكل. بالنسبة للسعة التخزينية 8 جيجا بايت، وتعتبر ايضا قليلة، لكن سوني هنا وفرت لك منفذ للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجا بايت، يعني ما راح تكون عندك قلة من ناحية السعة التخزينية. بالنسبة للكاميرا الخلفية فالهاتف يمتلك كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل، تصوير فيديو 1080p بسرعة 36 إطار في الثانية. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فبدقة 5 ميجا بكسل. المميز هنا أنه في عندنا فلاش LED. أيضا المميز في العدسة أنه وايد رينج، يعني حتكون واسعة النطاق، بمعنى أنه لو بتصور من الكاميرا الأمامية حتصور لك صور أكبر من الكاميرات الأمامية الأخرى. عندنا طبعا زاوية 80 درجة موجودة عندنا في التصوير الأمامي، وهذا يعتبر شيء جدا ممتاز بالنسبة لكاميرات الهواتف الأمامية. طبعا لما تدخل تطبيق الكاميرا حتلاحظ أنه أغلب الميزات اللي موجودة عندنا شفناها سابقا في هواتف سوني، لكن هنا سوني أضافت لك خاصية بورتريت ريتاتش. هذه الخاصية حتفيد أنك حتحد مثلا على الوجه زي ما تشوفين، ايوه هنا حتعدل شكل الوجه بالاضافة الى الفريمات اللي موجودة عندنا. يعني زي ما تشوفين عندنا كم هائل من الفريمات اللي ممكن تحطها في الصورة الامامية. بالنسبة للكاميرا الخلفية نفس الكلام، لكن الاضافات ما راح تحصل فيه اضافات غير هذه الخاصية. بالنسبة للنظام فهو اندرويد 4.4.2، نظام هو نفس اللي شفناه في Xperia Z2، ما لاحظنا فيه اي مشكلة او اضافة جديدة، غير انه خاصيات اللي تعتبر مخصصة للهواتف كبيرة الحجم، بمعنى انه لو تضغط زر الهوم مرتين هتنزل لك قائمة الاعدادات والاشعارات مصفوفة بشكل حتى توصل لها بشكل سريع جدا. يعني عندنا زي ما تشوفين كلها موجودة في الاسفل بحيث تسهل الوصول اليها بيد واحدة، كذلك الاشعارات نفس الكلام. غيرها ما لاحظنا فيها اي زيادة من ناحية النظام. بالنسبة للتصميم، تصميم الهاتف اغلبه من البلاستيك،
من الخلف من البلاستيك المعتم، من الأمام طبعا زي فيه طبقة بالكامل من الزجاج، حواف من البلاستيك اللمع، أيضا أطراف أو جوانب الهاتف من البلاستيك اللمع أيضا. طبعا البلاستيك الخلفي اللي هو المعتم ما راح تلاحظ فيه أي مشكلة، لكن المشكلة حتكون مع حواف الشاشة، أيضا إطار الهاتف حتلاحظ أنه من البلاستيك المعتم واللي أو البلاستيك اللمع، واللي حيجمع لك الأوساخ وحيطبع لك البصمات، وهذا شيء جدا يعني ما تعودناه من سوني سابقا وشفناه في هذا الهاتف. طبعا كذا نكون انتهينا من مراجعة هذا الهاتف. في حال أردت مشاهدة باقي التفاصيل حتلاقي عندك المراجعة المكتوبة في الموقع. كذا نكون انتهينا، كان معكم محمد قبلان موقع تقني بلا حدود، أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.